Là, les principes actifs, voilà, l'antioxydant, quelques informations, nous partageons avec vous justement les principes actifs que vous combiner avec vous, pour booster la routine et les choses qui sont surtout pour la peau sensible. نبداو رابيد مو بلي اش ا كيف كتعرفوا لي اش ا عندنا ستة ديال الانواع كاين الاول اللي كيجي هو حمض ديال الجليكوليك بحال هذاك اللي ديال دي اورجيناري لو 7% هذاك زوين بزاف سورتو بور لي بو غراس ولكن منعا باتا لاصحاب البشره الحساسه هذاك اللي درتي غادي تشوطي وجهك بمعنى الكلمه. الحمض الثاني اللي كيجي في الترتيب من بعد الجليكوليك هو الحمض ديال لاكتيك بحال هذاك اللي كنوري لكم اشاك فوا ديال اللوبادي هذا فيه 5% ديال الحمض لاكتيك الي مانيفيك كيدير الخدمه ديالو بحالو بحال الحمض ديال الجليكوليت وهذا الميزه ديالو ان كل انواع البشره يقدروا يستعملوه سون بروبليم. الوغ في الاول بالنسبه السيدات اللي الله اول مره ليهم مع لي اش او داكشي يقدروا يستعملوه ويخرجوا الحبوب سي تو تافي نورمال باسكو دوك الحبوب سون انكارني جينيرالمون تحت لابو فلو برودوي دار غير خدمته يعني دار ليكسفولياسيون شيميك وخرج كاع لي زامبيغتي اللي كاينه في لابو ديالك. فالاسبوع الاول اولا يقدروا يخرجوا لك دوك الحبيبات الرقاق سورتو في هذه الجبهه هذه ولا في الوجه عامه مع شويه ديال الاحمرار ولكن من بعد لابو ديالك غادي ترجع ليطا نورمال ولو غران دو بو ديالك غادي يكون ليس وغادي ترجع التوهج. الناس اللي عندهم هذه المشكله هذا انا كنصحكم نهائيا الاستعمال ديال لالويتونيك بل بالعكس كملوا الاستعمال ديالكم ديما ديروه في الصباح وفي العشيه على بشره نقيه قبل جوستمون ما ديروا لا روتين ديالكم. عندنا لا فيتامين سي عندنا لو اش بجميع الانواع ديال ريتينول جميع الانواع ديالو حيت هو فيه بزاف ديال لي فامي ولكن لو توب ديالهم هو الريتينول بسبب مثلا لي تراس ديال الحبوب اللي ما كنتش كتبروتيجيهم بليكرون سولير وداكشي كيتعرضوا لاشعه الشمس وبالتالي كيتاكسدوا وكيولي كيعطونا داك اللون الكحل. الكران دو بو ديالك الا كان عندك تضاريس يعني كتحسسي ان الوجه ديالك حرش لو تان تيرن فوالا هاد لي برينسيپ اكتيف بثلاثه لو رول ديالهم هو جوستمون يعالجوا لي بيربيغمونطاسيون يعالجوا لي بتيت ريدول يلاه كيتانستالاو مع العمر او جوستمون يافينيو لو كران دو بو ديالنا ديك لابو ولا داك لو تان جلوي. باش نجاوب على السؤال ديال شحال د الوقت غادي خصني قبل ما نشوف النتائج النهائيه على البشره ديالي على حسب المشكل اللي عندي خاصك تعرفي بلي الغيتينول كياخذ المده ديال 24 اسبوع باش تشوفي النتائج النهائيه. الوقت غادي يكون ديك الساعه كافي باش انه يقشر ليك الوجه كله وي استامبي لي ريد ولي ريدول اللي عندك ويعطيك البشره الجلوي وحتى يكافح هذاك ليبر بيغمونطاسيون اللي عندك. غادي يحتاج منك 22 اسبوع لو اا كيف سوا النوع ديالو باش كذلك تشوفي النتائج النهائيه. اما النتائج الاوليه راه كيبداو من الاسبوع الاول و 6 ديال الاسابيع بالنسبه لا فيتامين سي. هنا غادي نوقف على لا فيتامين سي كيف قلت لكم يا خفوا الا كان عندك 30 عام الفوق خاصك تبداي دوزي 10 10% 15 اي 20% من الكونسنتراسيون ديال لا فيتامين سي ولا كان عندك اقل من 30 عام خاصك تبداي مولو غادي 5% حتى تشوف خدي كيفاش غادي تتفاعل جوستو مع البرودوي غتقدري تزيدي غراديوالمون اون فونكسيون. كيف كتعرفوا مع كنزيدو حنايا في العمر مع لا كورب ديال الكولاجين كتهبط فضروري خاصك تدخلي هاد لي برينسيپ اكتيف الا بغيتي تسوتوني هذيك باش تبقى يعني باش يبقى وجهك مشدود اكبر مده ممكنه وانت غاده في العمر. ف خاصك ضروري الغيتينول لو اش ا لا فيتامين سي بيان ايفيدامون وكذلك خاصك تدخلي لاسيد ايالورونيك هكا باش على الترطيب ديال لابو ديالك وحتى على لي بيبتيد لان لي بيبتيد جينيرالمون تيكونوا دي كومبلكس هكا اون بريباراسيون لي كتستهدف جوستمون لاج لا بيغمونطاسيون وحتى ترهل ديال الجلد. داكشي حبيبه كيوي وانا كيوي اوكي نجو دابا لو نياسيناميد دونك هذا دائما من عند ايلوبادي الكونسنتراسيون ديالو 10% الوغ لو نياسيناميد حتى هو كيدخل في لا ليغ ديال كيخدم على لي ريدول يلاه كيتانستالاو وعلى ليبر بيغمونطاسيون وحتى على ليدغاتاسيون ديال لابو اون جينيرال. هذا كيبقى زوين لاصحاب البشره الحساسه بحيث انه كيستهدف هذيك الحموريه وكيحاول ينقصها وكذلك الناس اللي عندهم الحبوب سورتو الحبوب الحمرين وداكشي هو لو رول ديالو انه ينقص من ديك الحموريه كيخدم مزيان مع لي بو غراس بحيث انه كيكونترولي جوستمون ليكسي دو سيبو. الخدمه ديالو كتبان ما بين 8 الاسابيع حتى 12 اسبوع. لو بي اش ا دونك لو بي اش ا فصافا كيخدم على جوج حويجات كيخدم على الحبوب دونك كيسيب لي الحبوب باش انهم ينقصهم باش ما يبقاش يعاودوا يرجعوا وكذلك لي بور كيف كنا كنعرفوا ان لي بي اش ا جينيرالمون كيستعملوهم الناس اللي عندهم اون بو ان بيرفيكسيون. شكون هاد لا بو ان بيرفيكسيون كتجي في الطبقه
لي بو غراس مالوزمون ف لي بو غراس جينيرالمون عندهم مشكل كبير ديال لي بو كيكونوا يا اما فهاد لابارتي يعني في لازونتي يا اما في الوجه كامل ف لي بو تيبانو سورتو في الصيف منين البشره كتعرف لي بو مع الصاد كيتحلوا اكثر وكيبان هاد المشكل اكثر ولا زدتي درتي المكياج ولا فون دو تان عاد ما كتكفاس عاد ما كيبان كيبان داكشي مزيان فهمتي كتبان واحد لا تيكستور ما زوينه شي في لابو ديالنا سي بور سا لي الناس اللي عندهم بو غراس كيديروا دوب دو طرافاي ف غروسو مودو لو بي اش كيخدم على جوج حوايج اللي هما يسبلي الحبوب جوستمون باش يعالجهم وكذلك يخدم على لي بور جوستمون باش يحاول يستوبيهم لو بي اش اللي عندي انا هنايا هو ديال ايلوبادي دونك هادروز ديفين سان بي اش ا وكيدير نفس الخدمه وفي الاخير لي زونتي اوكسيدون البنات الوغ هادو تهم عندهم دو ميسيون الاولى هو انهم يحميو والثانيه هي انهم يصحوا البشره ديالنا جينيرالمون كاع لي زونتي اوكسيدون اللي كاينين في لو مارشي كيكون فيهم الامين ديال الانتياج كيدخلوا فيها لا فيتامين سي لو نياسيناميد ايتترا لوكين جوستمون في الوبادي ان انتي اوكسيدون في لا غام كارا دونك هاد لو سيروم هذا كارا رايس سي ان انتي اوكسيدون جوستمون كي في نفس الطراي نتمنى استفدتوا معايا في هاد لي ستوريز هادو الفكره كانت هي انك قد ما تحكمتي في هاد لي برينسيپ اكتيف قد ما غادي تبوستي لي روتين ديالك كيف ما بغاو يكونوا بغيتي ديري روتين انتياج راه عارفه باش غتخدمي دونك لي شال غيتي يسي عندك غير مشكل ديال لي بيربيمونطاسيون ولا المشكل ديال الحبوب راه عارفه باش تخدمي دونك البي اش ا الريتينول البي اش ا ايتترا عندك غير مشكل ديال لو تان تخدمي بلا فيتامين سي الريتينول اونتي غاد اون باراليل مع لو سيكل مونستراسيون غتولي تعرفي تخدمي مثلا بالريتينول انت خاصك تحبسي انت خاصك تدخلي لاسيد ديالورنيك انت خاصك تحبسيها انت خاصك تدخلي لا فيتامين سي انت خاصك تحبسيها شنو اللي خاصك تكومبيني شنو اللي ما خاصكش تكومبيني ايتترا ايتترا دونك هذا هو لوبجيكتيف جوستمون ديال لي ستوريز هادو لي ستوريز اللي غادي يجيو من بعد